خالص العزاء لأهالي الضحايا الشهداء الوطن، فقد مر الوطن بآلام وصفت بأنها الآلام الأسبوع الآلام، ويعني نحن قد أعددنا موضوعات خاصة بهذا الحدث الأليم، يعني في حدوتة مصرية بنناقش يد الإرهاب تضرب المصريين في أسبوع الآلام ووقوع عشرات الشهداء ضحايا هذا العمل. ونحن في فقرتنا الأولى بنستضيف المستشار القانوني نبيل عزمي ليحدثنا عن الرؤية لهذه الأحداث وكيف يمكن مقاومة الإرهاب، وأيضا مجموعة من الفقرات تدور حول هذا الموضوع وتفكيك مفهوم الإرهاب. محمد عامر، مساء الخير محمد، والبقاء لله. نحن يعني في ألم شديد جدا. صحيح، تعزينا لأنفسنا في الحقيقة ولمصر، وكل الأمنيات حقيقة أن نتجاوز هذا بمزيد من الاقتراب والتوحد، وأن يعني نعمل في الحقيقة لمواجهة هذا الإرهاب. يعني الأمر ليس داخل مصر في الحقيقة، يعني كما يرجح العقلاء يقولون أنها يعني الإرهاب في العالم، لكن يعني هذه الشهداء التي رحلت نتمنى لها يعني مكانة أفضل عند المولى سبحانه وتعالى الخالق. لكن علينا أيضا مشاهدينا الكرام أن نصطف ونبقى معا قوة واحدة، يعني تضيع حولنا أقطار عربية يعني ملاصقة لنا. علينا أن ننتبه مشاهدينا الكرام، يد الإرهاب العالمية في الحقيقة تضرب ما حولنا، وفي قلب مصر تأتي هذه الضربات. نتمنى إن شاء الله أن نتجاوزها ونحن أكثر قوة ونحن معا إن شاء الله. زي ما أشارت زميلتي فاطمة سردي، معنا مجموعة من الملفات نقرأ فيها ما حدث في هذا اليوم، يعني يد الإرهاب وهي تضرب المصريين في أسبوع الآلام، أيضا كيفية مواجهة هذه الأخطار ونحن معا إن شاء الله. بعدها لدينا أيضا ربما قراءة خاصة جدا تؤكد هذا التوحد، وصورة من أرقى صور التعايش في حي شبرا بمناسبة أعياد المسيحيين، هي رواية لنعيم صبري. لدينا أيضا مشاهدينا الكرام في آخر اختياراتنا وحدوتة مصرية إن شاء الله، هذا النموذج في الحقيقة نموذج منظمة التعاون الإسلامي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والأنشطة المختلفة اللي بتقوم بها إن شاء الله. في هذا اللقاء معنا دينا محمد موسى وهديل كمال. يعني محمد، ربما نبدأ من الفقرة الأخيرة ونموذج منظمة التعاون الإسلامي وموقف المنظمات الإسلامية الدولية من الإرهاب ومن داعش. الحقيقة هذا موضوع مطروح للتساؤل، ونطرحه أيضا لنموذج الطلبة، كيف مر الطلبة على هذا النموذج وكيف رأوا أداء المنظمات الدولية الإسلامية وموقفها من الإرهاب. يعني الفقرة الأولى زي ما تكلمنا هنناقش فيها الأحداث، الفقرة الثانية هنناقش فيها الأحداث من وجهة نظر إسلامية، يعني فكرة المواطنة هل هي فكرة دينية بالأساس؟ كيف ينظر المصريون إلى أنفسهم؟ يعني الموضوع ده حساس جدا ويتطرق لموضوع المواطنة والدين، يعني أعتقد أن احنا لازم نناقش هذا الموضوع بصدر رحب، لأن التستر بالدين هو يعني ممكن التستر بالدين لأي غرض وليس فقط للوطن أو الشخصية، يعني تكامل الشخصية ودور الدين في تكامل الشخصية المصرية. بعد فصل مشاهدينا الكرام في حدوتة مصرية، تبدأ معكم الزميلة فاطمة سردي الرحلة وهذه التساؤلات في الحقيقة، ويد الإرهاب تضرب المصريين في أسبوع الآلام، مع المستشار القانوني والنائب السابق السيد نبيل عزمي، وقراءة خاصة جدا وربما مفاتيح نريد أن نتعرف من خلالها على كيف نصطف لمواجهة هذه الأخطار. بعد الفاصل مع حضراتكم وحدوتة مصرية.